دوت. عايز اسالك طبعا على الفيتنس وعلى التغذيه، بس خليني الاول لبنى قولي لي ايه اكتر حاجه حبيتيها في السباحه؟ يعني ايه اللي خلاكي تحبي المايه والسباحه؟ انت وانت عندك 7 سنين خدتي بطوله، فاكره؟ اه. اول بطوله خدتيها فاكراها ايه؟ احساسك كان ايه وانت بيقول لك انت بطله؟ احساسي؟ اه احساسي عايزه سباحه بس. حسيت ان انت بس هي دي دنيتك، هي عباره عن سباحه بس. ما كانش مجهود عليكي بالنسبه لك خالص انك تصحي الفجر وتروحي تتمرني وبعدين الساعه 5 الصبح دوب. تروحي الساعه 5 الصبح وده معناه انك تصحي قبليها برضو، وبعدين تروحي المدرسه. المنافسه كنت بتحسي بايه وانت في الميه؟ ان احنا نوصل لمرحله ان احنا ما شاء الله الله اكبر نجيب كل الميداليات دي. عدد عدد كبير. اه مدام صفاء قلتي لسه في جوه ما شاء الله برضو. لسه في. لبنى احكي لي ايه القصه بتاعت الصوره دي؟ استراليا. احكي لي الرحله بتاعت استراليا. انا زبده اولا انا حساسي قلب تبنى الصوت ابتدى اول بس انا خايفه شويه. تحبي ان انت تسافري بره وتاخدي بطولات؟ تحبي كده؟ اول بطوله عالميه سافرتي من بره ايه؟ كانت فين فاكره؟ دبي. دي كانت اول بطوله دوليه دبي. هي متعلقه بباباها قوي قوي قوي. بابا بقى يحب النمى وقلب النمى. بحب ايه؟ حبك انت وقلبك انت؟ لا قلبي انا اقول له ايه؟ يا بابا يا حبيبي قلبي يا عمري. الله الله الله. هي متعلقه باباها قوي اكتر حاجه، يعني لدرجه ان احنا قلنا مين اللي بيختار لك اللبس يا لبنى؟ بابا. بابا هو اللي بيختار اللبس. بابا اجرب ام اصلا. لا الام مالهاش دور. لا لا هو بابا بيدفع الفلوس اللي بيختار. بابا ما شاء الله عليك نانا. ايوه. وزعل وحب وقلب واخد بوسه. الله. طب وماما؟ يا حب نانا هي دكتور. مضغوطة. مضغوطة. واضح ان انت اللي بتشدي عليها اكتر وهو بيدلع. لا هو انا ببقى حابه، يعني انا بحب اما اعمل حاجه يتقنها قوي هي ما عملهاش، وبحب الالتزام بالمواعيد، فتلاقيني ضغط عليها على انها تبقى ملتزمه. ميعادنا في النادي 5 يبقى 5. اه 5. ما ينفعش نتاخر وننزل 5 الا 10 او 5 الا ربع ونقول ايه يعني 10 دقايق. انا بقى معوداها على كده. عشان كده انت بالنسبه لها ضغط. حد ضغط عليها قوي. ضغط. بابا بقى ما بيلاملوش في الكلام ده. لا بابا بيسقف بيسقف وبيسقف البطولات. قال لي يا مندي يا ايه؟ يا مندي يا مندي يا بلد عالم عالم سباس. يا بنتي يا بطلة العالم بالسباحة. الله. وانت بتبقي مبسوطة وهو بيقول لك كده؟ انت ما بتقوليهاش كلام حلو ليه يا مدام صفاء؟ معنى انا على طول بدي اوامر، لا اعملي، لا ايدك، لا رجلك، لا ببقى انا مساعد المدرب. طب وبعد ما بتاخد الجايزة مش برضه او البطولة مش بتشجعيها؟ يعني اه مصدحة جدا. بتشجعيها؟ بتجيبي لها هدايا؟ اه. بتحفزيها ازاي؟ بصي هم لا ماما ده لا هدايا لا؟ ماما ما بتجيبش هدايا؟ ولا فيسا فيسا ولا هدية أصلا أنا. ولا هدية كده يا مدام صفاء كده زعلت. فيسا فيسا هدية أنا. كده ولا ولا هدية مدام صفاء ينفع كلام؟ دي بقى مين بقى؟ بابا. بابا هو اللي بيجيب هدايا. ده بيديها بابا نانا ولا حبيبتي. أيوه. لاستت. آخر حاجة جابها لك إيه؟ هدية تورتة. تورتة؟ الله بيبقى فرحان فيها. ايه مدام صفاء ما بتشجعهاش باي هدايا؟ انا بقول معاها، انا اللي بسافر معاها. اه وانا اللي بشجع. لا لازم نجيب هدايا مدام صفاء. انا في فيديو ليا على الفيسبوك، يعني كان في بطوله عالم وكانت خلاص هي داخله على تجيب ثالث عالم خلاص، ومن كتر ما انا يعني بصرخ وبشجعها المذيعه الاستراليه بتقول لهم مامه البنت المصريه مجنونه عايزه تاخد ميداليه. اه والله. وبعدين كل اصحابي بقى اللي شافوا انا بشجعها بحماس، عارفه اه تحس ان قلبك اللي بيتكلم مش انت. اه بحماس. كل اصحابي اللي شافوها اللي عندهم اولاد زينا يعني بقوا يعيطوا وقاعدين يعني على اللي انا عماله اقول يا رب يا رب وكده، فكانوا متاثرين بده.